بلغني أيها الملك، أستعيد بما يمتلك، أن الأميرة قمر الزمان رفض تلك العروس وتخلص من ذلك الكابوس. لا، إذن فقد استسلم للضياع وضاع. لا، لم يرفض ولم يستسلم، فماذا يمكنه أن يفعل غير هذا؟ أن يكون بين بيت. أنا أمقت هذه الكلمة وأمقت من يكون بين بين، بين الرفض والقبول، بين الطاعة والعصيان. صدقت يا مولاي مليك الزمان، ولكن بعض الأمور تحتاج إلى التروي والتفكير قبل اتخاذ القرار. أي قرار؟ ولقد رأيته ثائرا على تسلط أشنار ويتحدى أطار، ثم أراه فجأة يستسلم وينهار ويقبل الزواج من خادمة التنين. آخ، ثم تقولين إنه بين بين. لا لا لا، هذا ليس من صفات الأمراء أو الملوك. ماذا لو كان مولاي مليك الزمان في حال مثل حال الأمير قمر الزمان؟ ماذا كنت تفعل؟ أرفض هذا الزواج وليكن ما يكون. بعض الجرأة تهور وبعض التهور جنون. ماذا؟ صبرا يا مولاي وانظر ما سوف يكون. وبقينا لوحدنا أنا وحبيبي، استنيتك 20 سنة يا حبي وأملي. أنا عشرين سنة؟ كأنهم 2000 سنة يا حبيبي. عشت مع الشيطان 2000 سنة؟ أعوذ بالله. عايشة معاه وخايفة منه؟ وحد يقدر يهرب منه ولا يخالف أمره؟ يعني إيه؟ لو طلبك ممكن تروحي له؟ أيوة، قصدي هو ده بيطلب، ده بيأمر. يعني ممكن يحضر هنا؟ لا، أنا استحلفته وترجيته. استحلفتي بإيه؟ بربه؟ هو التنين له رب غيره؟ استغفر الله، استغفر الله. هفهمها ازاي؟ أكتر من 20 سنة ما تعرفش رب، لحد تكلمها ولا فهمها. كبرت على ما سمعت وشافت من أبوها وأمها والجزيرة كلها. أمر الزمان، فكر في إيه يا حبيبي؟ أفهمها إزاي دي؟ مش هتفهم، ولو فهمتها هتفضحني عند أبوها وأمها وأمي، وإن السلطان مش هيرحمني، وإذا سكت عني مش هيقدر يمنعني من أشنار وكهنة النار. ما بتردش ليه يا حبيبي؟ أطلقها، بس إذا طلقتها أبقى ظلمتها، رجعتها تاني أسيرة للشيطان. أعيش معاه أبقى ظلمت نفسي وظلمت ولادي، لو ربنا أراد ورزقني منها بولاد. مدام بتحبها ومش قادر تنساه، ليه جوزتني؟ ليه خدعتني؟ ليه خلصتني؟ أنا صحيح كنت أسيرة لكن عايشة أميرة. أنا هرجعله، هرجع للتنين. لا، أنا هندهله يجيني في غمضة عين. صبرك بالله، صبرك بالله رب العالمين. بتقول ايه؟ كرهانة يا بنت خالتي، لو قلتلك على سر تحفظي سرك مهما كان، لا يعرفه مني انسان لو كان مولاي السلطان، ولا يعرفه مني شيطان لو كان مولاي التنين. مولاتي عشان كده لازم اكلمك وافهمك،
مهما يكون. عرفتيها وشفتيها وكلمتيها، ما قدرتيش تسخطيها وتجيبيها. فين كلمة السر؟ فين قوة السحر؟ العفو، العفو والسماح، العفو والسماح. يا عاصف الرياح، في هناك عندهم كلمة سحر أقوى من سحرك، في هناك عندهم قوة أشد كتير من سحرك. بتقوليها بين إيديا يا إنسية، أنت كفرت بيا. ده أنا خدمتك يا مولاي، يا ريت تيجي معايا هناك في بلاد الأعراب. أنا في غاية الاستغراب، في عندهم قوة بترصدني بتطردني. خليكي هنا أنت وبنتك وجوزها الإنسان، إذا ما قدرتش تنسيه ابقي احرقيها واحرقيه. لو ما قدرتش عليه بنتي كروان، أنا بسرك وسحرك وجبروتك هسحره حصان. حجر. عظيم، جميل، ظلم البشر للبشر. دلوقتي هجيبلك عدوتك وعدوتي في غمضة عين تسخطيها فرس حجر. فاكرة لما دخلت مغارة التنين الشيطان؟ اعترف بالنار يقدر ولا يقدر على شيء الا الشر، يأذينا ويسخطنا. طب ليه ما اذانيش ولا سخطني؟ عارفه ليه؟ لانه اضعف منك ومني. رب النار اضعف مني؟ الشيطان مش رب النار، الشيطان ده مخلوق، ربنا خلقه من النار. رب النار والنور والجبال والبحار والبشر والجن والملك، كل ما في الوجود لله الواحد المعبود. الواحد المعبود؟ مفيش للكون رب سواه، الله، الله الواحد. عرفت ازاي بقى انا خلصتك من مغارة التنين اللعين؟ انا مش فاهمة حاجة. انا هفهمك كل حاجة. ايه ده انت بتعملي ايه؟ ما بلي ريقي، خد بلي ريقة شراب الشهد. شهد؟ ده شراب المر والنار. مين اللي دخله هنا؟ هدية من امي. هو مين اللي ادى لامك؟ طبعا الاطار. يمكن مش يمكن، ده اكيد، ده صنع الشيطان، سحره، واللي يشرب منه يفضل عبده طول عمره. انت شربت منه قبل كده؟ مش كتير، بس كل العصافير بيشربوا منه ليل نهار. ما هو قطار عنده بستان تحت كل شجرة في بير، وفي لمحة عين يتملى عصير يشربوا ويلعبوا ويرقصوا لحد ما يتعبوا. وبعدين؟ ما عرفش بيروحوا فين. مش عايزين ناس تانيين، مش عايزين ناس تانيين، مش عايزين.
ولا تجار. شاهد النار سحر النبهار، شاهد النار سحر النبهار، شاهد النار والنبهار والغيبوبة ليل ونهار، والغيبوبة ليل ونهار. والموازين على كيف الكيف، والمكاييل غش وتطفيف، والموازين على كيف الكيف، والمكاييل غش وتطفيف، والترانيم للتنين، والتنظيم للتنين، واللي خلف القوانين يبقى قربان للنار. شاهد النار سحر النبهار، شاهد النار سحر النبهار، شاهد النار والنبهار والغيبوبة ليل ونهار، والغيبوبة ليل ونهار. الجواب هنا، هو ده السبب، هو ده أصل البلية، الغيبوبة والتوهان، عبودية للشيطان بالشراب ده. العقل يتوه، ولما العقل يتوه لا يعرفه رب، ولا يبقى له قلب ولا ذمة ولا دين ولا حب. انت لسه بتحبها؟ انت ايه؟ ايه؟ انا بكلمها في ايه؟ وهي بتكلمني في ايه؟ اسمعي، الشراب ده اللي انت بتسميه شهد النار، لو دخل هنا القصر هطردك منه وهرجعك لسيدك التنين قطار. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. انت بتكرهني؟ بتكرهني؟ بتحبها؟ 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 معقوله؟ معقوله لسه عايشه؟ قابلتيها؟ شفتيها؟ كلمتيها؟ قابلتها، شفتها، كلمتها زي ما بكلمك دلوقتي. طب ازاي؟ ازاي رجعت من غيرها؟ ما قدرتش، ما قدرتش اسحرها. معقولة؟ معقولة؟ انت يا رزا، انت اللي بتقولي كده؟ ده انت بتحولي المية نار. يظهر يا جولي نار يا اختي، في عندهم هناك سحر اقوى من سحر قطار. يبقى الخبر صحيح؟ يظهر ان الخبر صحيح، وفي عندهم دين كلامه اشد من كلام التنين. والبنت نورسين عايشه وفين؟ في بلاد اخوالها. يعني لو النبوءه اتحققت وابن قمر الزمان اتجوزها هيخلف اولاد على دين غير دين التنين، وتعليم غير تعليم النبهار. هو مش بعيد، في يوم قريب او بعيد ابنك يبقى سلطان الجزيره وبنتي فهمان سلطانة الجزيرة، ويخلفوا ولاد زيهم دينهم زي أبوهم وأمهم، وكل الناس الكبير والصعلوك كلهم على دين الأمراء والملوك، ويتهدم النبهار. ياه، ده أنا نسيته. مين؟ النبهار؟ الفحام، العبد الفحام. مين؟ حماتي، أخت مراتي، حمات ابني، أم كروان الليل مرات ابني. كنت فين؟ رايحة مشوار وراجعة في الحال. أنا بسألك كنت فين؟ مش رايحة فين؟ تعالي واحكيلي كنت فين، ولا احكيلك أنا عن أجمل ليالي الجزيرة. ياه يا حماتي، دي ليلة كانت ناقصاكي، حتى اسألي سلطانة حياتي. يعني أنت فرحان لكروان وقمر الزمان يا مولانا السلطان؟ والفرحة الكبيرة لكل الجزيرة. يما تفرحيني وتبشريني أنا وصهري العظيم أشنار بأمير صغنن وأميرة صغنونة، توأم حلوين يطلعوا لأبوهم قمر الزمان ابني وأمهم بنتك كروان، ويتربوا على إيديا وإيدين أشنار
يباركهم أطار ولهب النفار، مش كده يا جل نار؟ يا ريت يا ريت. مالك يا سلطانة حياتي؟ ايه مالكم؟ فيه ايه يا حماتي يا اخت مراتي؟ ولا حاجه، تعب السفر. كنت مسافره من غير السلطان؟ سلطان البلاد ما يعرف؟ ومن امتى؟ من امتى كهنه النيران واتباع الكهان يستاذنوا مولانا السلطان؟ طبعا طبعا، ما انتوا اذنكم معاكم من قطار، ما هو معاكم ليل نهار. أنا بسألكم سؤال الأهل والأصهار. اسأل، قول لنار تقولك. لها بالنظرة ماله مطفي، كأنها مهمومة أو عندها سر مخفي. في إيه؟ يا سلطان قلبي وعواطفي. يا الكلام الناعم زي الحرير، يا ترى إيه اللي وراه؟ وراه شهد النار، سحر أطار في عيون قول نار. لا شهد ولا سحر ولا قطار ولا نبهار، اذا البنت دي ما ترمتش في النار. تقصدي مين؟ كروان؟ وبرضه كروان اذا ما عرفتش تسيطر عليه وتشغله وتنسيه. تنسيه؟ تنسيه ايه؟ اللي عمه قال عليه. هو عمه قال له ايه؟ يوه، البنت المفقوده موجوده. مفقوده موجوده؟ بنت مين؟ مفقودة من مين؟ ومفقودة فين؟ وهل يرجع تنين؟ وفي غمضة عين أرميها بإيد للنار. وعادت الساحرة لظى. سبب الفساد والأذى. وقد خاب سعيها وفشل سحرها في الوصول إلى ريحانة الدار. ولكنها رأتها وعرفتها وباحت بسرها إلى أختها جولونار، فطار ثوابها وطار غضبها وترقبت عودة التنين لتدله على نرسي. وهل سيفلح التنين فيما فشلت فيه لظى النار؟ لا علم لي، فاستأذن لي من من خلاص راح. فما هذا يا مولاي؟